مدينته المدني، لها في قاموس الجمال صفحات يستدل بها من عرفوها إيقاعا يسامر سلم الحياة، يحمل الروائع من فن ورقي يطرز على الوجدان مساحة للفرح النبيل. على صفحة اخترناها تمثل السياحة والتنزه بأماكنها المخصصة لذلك، كانت كلمات زائريها تحمل ذات المضمون. خضرة تمتد على الطبيعة بصور هندسية تسلب الألباب وتمثل براحا في ذاكرة التلقي، دفعت الزوار بمختلف أهوائهم ليحملوا صورا عنها بأعينهم التي لم تخفي الإعجاب بروعة الأماكن. حدائق ومنتجعات يرتادها الزوار من مختلف الأعمار، يقضون وقتهم في مرح يتجانس مع إلفة المناظر البديعة، فيهب النفس المبدعة روعة الكلمات. في النيل الأزرق بالمدينة نجد المتنزهات المتعددة التي تلبي رغبات الأسر وأطفالها، يجددون الروتين بما يتوفر فيها من أجواء ملائمة لقضاء أوقات سعيدة. ولاية الجزيرة التي تتميز بوجود منتجع تم تصميمه على أحدث المواصفات العالمية بما يوجد فيه من حدائق منسقة وشاليهات توفر الراحة لزائريها. للفن روعة التواصل والآداء الذي يعطر الدواخل بما خلد من أغنيات لها سر الترويح والمدعى. العيون السوداء وحيب سمات في خدودها. أمسيات تنضح بروح الابتسام تنبئ عن أهمية الترفيه ودوره في بناء نفسية متزنة، مما ينعكس على سلوكها فتكون صالحة لمجتمعها عبر تنشئة سليمة. صور تتباين بما تحمله من تنوع وثراء تتمتع به أرض الجزيرة الخضراء، ألهمت إنسانها أن يغني لحميمية الإحساس الأصيل ليصنع واقعا يرفض الإبداع ملأ ما يحمله التعبير وصفا شفيفا صادقا. رحلة قصيرة على نهر التنزه أفردنا لأشرعتها الترحال على ضفاف الخضرة والسحر، تستنطق مكامن البهاء في متنزهات ينضح منها أريج الجمال وينسكب على مراء عرفت
معاني تذوق الرفيع.